الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يسأل كثير من الناس عن زكاة الراتب، هل الراتب عليه زكاة أو لا؟ الجواب أن الراتب ليس فيه زكاة إلا إذا بقي هذا الراتب سنة كاملة في حساب الإنسان. لو كان الإنسان يأخذ الراتب ويصرفه، أو كان يصرف كله ويبقى شيء يسير دون النصاب، دون نصاب الأموال، فإنه لا تجب الزكاة فيه، ولذلك لا زكاة إلا في مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. هذا هو شرط الزكاة، وهذا لا يتحقق في الرواتب التي تصرف كما يفعل بعض الناس اليوم، أو يصرفها أكثر، يصرف الراتب أكثر ولا يبقي منه إلا شيء يسير دون النصاب، فمثل هذا لا زكاة فيه.